أعزائي المشاهدين الكرام متابعين قناة ليبيا الرسمية، سعد الله أوقاتكم وبارك يومكم، أحييكم بتحية من عند الله مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن اهتمامات ومتابعة عدسة ليبيا الرسمية للحملة الوطنية للتطعيمات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة الألمانية، نحن الآن ببلدية سوق الجمعة لنرصد لكم ونتابع من داخل عدد من المراكز الصحية هذه الحملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا اليوم الثاني ان شاء الله بلدية سوق جمعة، ثاني يوم لحمل تطعيم الشلل ضد شلل الأطفال والحصبة الألمانية. طبعا احنا عندنا الأعمار المستهدفة من مواليد 2024 إلى مواليد 2019 اللي هم قبل دخول المدرسة. طبعا بالنسبة لبلدية سوق جمعة فيها 11 موقع يقدم الخدمات للمواطنين على مستوى بلدية سوق جمعة. عندنا الفئات اللي تعدد تطعيمها اللي ياخذوا في غسيل الكلى، اللي ياخذوا مثلا في الكيماوي لاطفال السرطان، واللي عندهم ياخذوا في جهاز المناعه بتاعهم مثلا ادويه معينه، ولا الطفل اللي عنده حراره او مريض فقط. وهذا كده مش حيتردد عندنا لانه حيكون مرات في المستشفيات ولا حاجه، لا ما موال عطنيته ما فيش عندناش تاني. هي التطعيم الآمن لأن احنا عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض وعن طريق المنظمة العالمية وعن طريق اليونيسف، وهي طبعا زي تطعيماتنا الإجبارية، فنحن نحفز المواطنين إن يجوا يطعموا ما فيش خوف منها زي هذه الإجبارية إن شاء الله. نصيحتي للأمور إن هي حملة تحصينية لأطفالهم ضد مرض الشلل اللي احنا الحمد لله خالي منه، وضد الحصبة الألمانية لتعزيز المناعة عند أطفالنا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف لحضرتك؟ جمال عمران اللطعي، مشرف موقع تطعيمات ببلدية سوق جمعة بمركز صحي شرفة الملاحة. نعم أستاذ جمال، هل لك أن تعطينا في صورة الحدث أو الحملة الوطنية للتطعيمات؟ أولا الحملة هي بدأت بتاريخ 5 اللي هو 9 نوفمبر 24 لغاية يوم 14 نوفمبر 24 اللي هو الخميس الجاي إن شاء الله. شعارنا أطفالنا أمانة. المواليد المستهدفة طبعا الفئة العمرية هي من مواليد يوم إلى غاية قبل دخول المدرسة. طبعا الإقبال ممتاز يعني نوعا ما، عندنا حوالي 11 مرفق ببلدية سوق الجمعة. طبعا احنا مستقبلين جميع الأطفال سواء ليبيين أو غير ليبيين. التطعيم آمن والحمد لله، السلسلة الباردة اللي هو نعطوا في شلل فموي في الفم، وزائد الحقنه اللي هي الحصبه، والحصبه الحصبه اللي هي حقنه في العضل في اليد الطفل. نعم. الاقبال الحمد لله، التطعيمات زي ما قلت لك كامله. نتمنى من المواطن ما يجي يقبل على المراكز التطعيم عندنا في سوق الجمعه اللي هو شرفه الملاحه والغرارات، باب تجوره وزناته والهاني وباب تجوره والجلاء. نعم. ومركز صحي اللي هو شط الهنشير اللي هو مركز مكافحة الأمراض. طبعا هي الفئة العمرية هي لنشر لحماية الفئة العمرية هي والرفع المناعة في الفئة العمرية المستهدفة في التطعيمات، نظرا لبعض الحالات اللي تم اكتشافها حصبة في داخل ليبيا في السنوات الماضية. والحمد لله ليبيا خالية من الشلل، ولكن حسب الدول المجاورة وبعض الدول الأفريقية وغيرها، في منهم بعض
طلعت بعض الحالات الشلل، فاحنا الحمد لله تحصين ورفع المناعه في الفتره هي في خلال الفتره الثنائيه. نعم استاذ جمال، النصيحه لاولياء الامور اللي مازال ما دروش بالمجيء لحضرتكم؟ والله يتمنى من المواطن يتبعد عن الاشاعات والكلام الزايد، راهو تطعيم امن هو نفس التطعيمات الاجباريه اللي متواجده خلال السنوات الماضيه والسنوات ان شاء الله المستقبله. تطعيم امن 100%، واحنا ناس داخل المراكز الصحيه معروفين وكل مراكز التطعيمات موجوده، ونتمنى من المواطن ما يبخلش على ولده التطعيمه لان هي في امان لسلامه ابنه ولسلامه اطفاله واطفال ليبيا بالكامل ان شاء الله. ايضا كلمه ختاميه اللي تحب توجهها لكافه زملائك وزميلاتك داخل المراكز ككل. طبعا اولا نشكر المركز الوطني لمكافحه الامراض اللي هو برعايته هو ومركز وإدارة الخدمات الصحية طرابلس دكتور رضا شعوتة ومدير مكتب الرعاية الدكتور أحمد قراري، مدير التنفيذية للتطعيمات ببلدية سوق جمعة الدكتورة سامية، والمكتب الصحي ببلدية سوق جمعة الدكتور حسام، وكل العاملين وكل العناصر الطبية والطبية المساعدة اللي تشتغل والفرق الطبية مشكورين جدا الصراحة في هذا العمل، والعمل بادي من الساعة 9 صباحا حتى الثالثة مساء، ونتمنى من المواطن ما يتأخرش على تطعيم ابنه. ان شاء الله تكون نصيحتك وصلت استاذ جمال لكل المعنيين، وكل التوفيق ليك ولكافه زملائك داخل المراكز. طبعا نقدم بالشكر، احنا انسان اولا اول ما نشكر قناه ليبيا الرسميه على اتاحه الفرصه وحضورها للمرافق الصحيه لاعلام المواطن واظهار الصوره والحقيقه، مع كمان نشكر الاستاذ الامين الاعلامي القدير الامين الرقيبي والفريق المصاحب لي على حضورهم لنا وتوضيح للمواطن والمشاهد طريقه التطعيم وطريقه الحصول عليه. شكرا لك استاذ. شكرا لله. سلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عادل محمد الشعاب مدير مركز صحي بئر شبو. في البداية نرحب بقناة رسمية على حضورها الكريم. طبعا اليوم الثاني للحملة الوطنية للتطعيمات ضد شلل الأطفال والحصبة الألمانية. الفئات المستهدفة طبعا العمرية المستهدفة هي من يوم 1 إلى 6 سنوات. والحمد لله يعني في مبادرة طيبة من أولياء الأمور للحضور وتطعيم أطفالهم، ونتمنى وننصح باقي أولياء الأمور أنهم يبادروا باستحاب أطفالهم لأن هذا التطعيم حماية لأطفالهم. وطبعا في النهاية نشكر قناة رسمية مرة أخرى، كما أتقدم بالشكر إلى جميع الفريق القائم بالعمل بالمركز الصحي بئر شبو لتطعيم الأطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء. أنا دكتورة هاجر العلواني أخصائية طب مجتمع. اليوم بإذن الله نرحب أول حاجة بقناة الرسمية، شرفونا ثاني يوم في الحملة. الحمد لله اليوم يعتبر ثاني يوم من الحملة، تغطينا تقريبا سقف أكثر من 300 حالة وما فيش أي حالات أي جوانب سيئة ولا أي شكوى جدا من أولياء الأمور. ولذلك أنا حابة ننصح أولياء الأمور إن هي عبارة عن زوز تطعيمات شلل الأطفال وحصبة الألمانية، وهذا الزوز آمنات لأن نتيجة انتشار المرض هذا في الأيام اللي فاتوا كانت خارج طرابلس وتو بديت حتى في طرابلس، فهذه عبارة عن حملة تعزيزية فقط ما لهاش أي جوانب سيئة أو أي جوانب أثار جانبية. لحد الآن في بالنسبة للمركز الصحي بتاعنا ما فيش أي شكوى جتنا، ونتوقع حتى المراكز الثانية ما فيش أي شكوى جتنا من الآثار الجانبية بتاع التطعيمات. أنا ننصح أولياء الأمور إن يجيبوا صغارهم، لأن صغاركم أمانة في رقبتنا، وحتى إحنا صغارنا بنفس الشيء حنطعموهم نفس التطعيمة هي، وتقوا تأكدوا إن إحنا نهتموا بسلامتكم، لأن التطعيمة هي تحت إشراف طبي، يعني مش عشوائي داروها، لا تحت دراسة وتحت إشراف طبي كامل، فلازم يكون التطعيمة تكون شاملة، لأن إحنا لما نحمو صغارنا إحنا حمينا المجتمع بكامل، وهذه ليبيا لازم نحمو نفسنا. شلل الأطفال إحنا إراديكيشن، يعني خلاص شلل الأطفال انتهى من ليبيا، لكن هذه جرعة تعزيزية. حتى منظمة الصحة العالمية عندها علم إن ليبيا ما عندناش شلل الأطفال أبدا،
لكن هذه جرعة تعزيزية بحيث نحمو المجتمع ونعزز نفسنا بنفس الشيء حتى الحصبة الألمانية. ولذلك ننصح جميع أولياء الأمور أنهم يجيبوا صغارهم. طبعا نشكر الكادر بتاعنا، نشكر إدارة المركز وكل الكادر يشتغل على خاطركم، وجودنا احنا موجودين على خاطركم. فنتمنوا أنتم حتى أنتم تشاركونا المهمة هي وتجيبوا صغاركم، وإحنا احنا حنهتموا بينا وصدقونا صغاركم هم وصغارنا، وربي يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، بهذا القدر نصل وإياكم إلى ختام تغطيتنا هذه قدمناها لكم من عدد من المراكز الصحية ببلدية سوق الجمعة. رصدنا خلالها الحملة الوطنية للتطعيمات ضد شلل الأطفال والحصبة الألمانية. حتى نلتقي في تغطية أخرى ومكان آخر، لكم مني ومكافة الزملاء أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.